بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مطلوب منا في هذا الاختبار خمس كلمات هنكملها في نشيد محمد وديع. خمس كلمات، الخمس كلمات هذه سنطبق عليها استراتيجية الدقيقة الواحدة، الدقيقة الواحدة، ولكن أنا سأعطيكم دقيقتين، منها من عندي دقيقة لكم. في خلال الدقيقتين تكون انتهيت من كتابة الخمس كلمات في مكانها الصحيح من مخك، من عقلك، خلاص هتقول محمد وتكمل، خلاص أشغل. لا تبدأ. بسم الله، بدأت استراتيجية الدقيقة الواحدة. يلا اكسب وقت. أهم حاجة الكتابة تكون صحيحة. هيا يا كرم، هيا يا سعود، كتابة صحيحة، أريد الأبطال، الجوائز جاهزة. سرعة، مضى نصف دقيقة. الوقت يمر، اللي يخلص يأتيني سريعا. شوف سلطان، ما قبل أن تنتهي الدقيقة أتاني. محمد يحبه الجميع إنه مدوب لأنه مطيع يلقاك. الياء بالله ما في ألف، ايش بك الياء بالله على طول؟ يلقاك وديع يحبه الجميع لأنه مؤدب لأنه مطيع. باقي ياء هنا، حط ياء هنا بسرعة قبل الوقت ما يخلص. جميع وديع مهذب يلقى، في ألف بعد قاف، ألف بعد قاف وآخرها كاف، وآخرها كاف قبل ما الوقت يخلص. لأنه مهذب لأنه مطيع. أحمد أحسن، 10 من 10 أحمد. ها اللي خلص، لا قف هنا. ممتاز. أشوف براء، استنى. يلقى، في ألف بعد قاف، ألف قبل ما الديات تخلص. إلها ألف بعد قاف، قا كا. خلاص انتهت الدقيقة، خلاص الدقيقتين انتهوا. بس خلاص انتهى، هشوف اللي خلص يا فين. خلاص هشوف أحمد خلاص، وسلطان خلاص، نواف أوف معهم، يا نواف أوف معهم، يا براء، خالد. أحمد وديع يحبه الكتابة هي خطأ يا خالد، ارجع يا خالد. وديع يحبه لأنه مطيع يلقاك. ممتاز يا عبد الملك. وديع يحبه الجميع لأنه مهذب لأنه مطيع يلقاك. ماشي بس هنا في ألف ولام، بس تمشي يلا أوف معاه. محمد ما أنت حافظ النشيد لأنك أنت لسه قايم، معليش أنت معذور. يحبه الجميع لأنه يلقاك. بس زود هنا بدل الألف دي خلاها لام، بس وقف معه. كيف معهم مطيع الجميع وديع، صح؟ بس دي اسمها ايه؟ يل ما هو يق، يل خلي القف لام، وتعال وقف معه وديع لأنه ما جاب المطلوب يلقاك. وقف معه. طيب كل يقف هنا. تعال يا ريان وريني كده ايه اللي عملته. يلقى، نسيت الالف المد، بس اقف معه، قف معه. هؤلاء الابطال فازوا في استراتيجية الدقيقة الواحدة. قف صف واحد. ليس وهتان، عبد الملك، بلال، ريان، فراج، براء، نواف، سلطان، احمد. انتظر حتى نقسم الجوائز. الاثنين دول انت واللي معاك ليس. طيب كل اثنين في كيس، واحد هو تاني هو. طيب خلاص قسم، ماشي قسم هذا مع واحد.
خلاص يا هتان، وانت قسم هذه مع بلال لان الجوائز قليلة، قسموها. خلاص اعطي لبلال، اعطي لبلال، قسم انت وبلال. وهتان خذ البسكوت انت. في الختام خلاص لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.